البداية تهنئة لكل المصريين بالعام الميلادي الجديد، وتهنئة خاصة للإخوة الأخبار جديد الميلادي. ناقش مجلس الوزراء اليوم برئاسة الأستاذ الدكتور مصطفى المدبولي مشكلة تسجيل الملكية العقارية في مصر. زي ما حضراتكم عارفين أن أكثر من 90% من الملكية العقارية غير مسجلة. المشكلة تزداد صعوبة نتيجة حلقات البيع العرفية المتتالية على العقار الواحد، وتتعقد المشكلة أكثر إذا أصبح هناك ورثة من الملاك. ورغم إنشاء البنية الجديدة إلا أنه أيضا لم يثبت وجود زيادة في الملكية المسجلة. فمجلس الوزراء اليوم ناقش هذه المشكلة ووجه بإعداد مشروع قانون لتسهيل إجراءات نقل الملكية في المدن الجديدة، على أن يتم فيما بعد النظر في مشروع قانون آخر لتسهيل إجراءات نقل الملكية في المدن القديمة. الإجراءات اللي منصوص عليها في مشروع القانون الجديد بتتضمن ان يبقى في مكان واحد فقط داخل كل مدينه جديده مختص باجراء